بالترباب بتدي بالباب بحماس. طب ما كفاية عليه الأكرة أبدا لازم بالترباب. أصل يا روحي ناويت من بكرة أمنع كل كلام الناس. خلوني بقيت مسكين ليل نهاري في حالة نفسية اعرف اسمي كان تحسين ولا تغير بقى حسنية. فهم غلط كان الظروف حط النقط فوق الحروف يقول لي وريح قلبي طمن بحر شبابي. كنت الاول سلبي بعد اللي كان اللي حصل الجو رق ومن وصل بقت القلوب زي البلوك لما تكون متفايقنا من كل حبايب زينا. يكتب عليه مين الحسد بريء التمام من الاتهام وبقيت عليه مطمنة مين في الحبايب زينا مين في الحبايب زينا. احم احم احنا هنا ليلة كليلة طينا بتقول اعدالي ده اعدالي شوف الحلاوة هتفضل اعدالي. شوف يا ابني انا هقول لك كلمات وانت تقول رد الفعل عندك بس بكل بساطة. اي رد يجي على بالك اسكعه على طول. اسكعه؟ اتفضل يا دكتور. منى وردة حلوة حماتك بتنجان اسود معلم عاشور اوف ابو ودنين اقرس الله يكسبك. في ايه؟ مالك يا معلم؟ سامع يا سيدي صاحبك بيقول عليه اوف ابو ودنين. انا اوف ابو ودنين؟ الله يضحك يا تحسين. انا قلت له 100 مره ما يقولش الحكايه دي قدامك. ها معلش يا معلم اصله بيتعالج. يتعالج ايه؟ دي قله حياه يا معلم. هو دلوقتي في نوبه صراحه وتلاقي عقله الباطن هو اللي بيتكلم. يعني هو حكيم الباطن. تمام. اعتقد ان تحسين عنده عجز جنسي. لا مؤاخذة يعني ايه عنده عجز جنسي؟ عنده الظاهر ان ما عندوش يا معلم. مفلس؟ تحسين مش راجل يا معلم. كان كويس ونيل بستين نيلة يعني بنت اتجوزت حرمة. على اي حال ده مجرد احتمال. طب ازاي يا دكتور هنعرف الحقيقة؟ شوف اي مفيش غير انك تاخده وتقضي معاه ليلة حمرا وبعد الليلة دي انا هقدر احدد. طب نزل ايدك من عليا. كلام ايه ده يا دكتور؟ شفت حاجة عليا؟ حد قالك اني عيب؟ عيب يا ابني عيب الكلام اللي بتقوله ده. انا اقصد انك تشوف له واحدة تشقط له واحدة يقضي معاها الليلة. اشقط انا؟ انا على اخر الزمن كلمة حالة بقى كده. خلاص خلاص ده صديقك ولو عليك حقوق. ايوه ده كتير يا دكتور. ده انا ما عملتهاش مع نفسي لحد النهاردة يا عالم. اما كانش عشان خاطره هو يبقى عشان خاطر انا وبنت يا استاذ. امري لله بس ما حدش يقول لحناظر.
شوف انت تاخد الجهاز ده وتثبته في السرير من غير ما ياخد باله. تخمه يعني. اخمه؟ ايوه يعني خاله. واخد لي بالك؟ وقبل ما يحصل اللقاء العاطفي المنتظر تديني خبر هنا في العيادة. وانا حراقب كل حاجة من الجهاز ده. ايه الخبر زي بعضه يا جدعان؟ يعني الراجل يبقى قاعد في اوضته وقافل بابه عليه وانت تراقبه وتكشف ستره كمان؟ وبعدين؟ وبعدين؟ دي سكيروشيا يا معلم. استر ان شاء الله ما يشوفوش. هو قال لكم ايه الدكتور؟ خير سليمة ان شاء الله. سليمة تعال 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 يلا توكل على الله. يلا بينا. وفي الحمد لله اللي جزء الاخلوق يا معلم. والدكتور قال لكم ايه؟ والله هو بيقول يعني ما تتكلم يا استاذ. ايوه يا معلم صبر. طيب ما هو عمال يسال وانت مبلم. اتكلم اتكلم يا استاذ. ايوه بجمع افكاري وارتبها يا معلم. الحكايه بقى فيها تجميع وترتيب. انا من ساعه ما قال لي انتوفوريا وانا مش مستريح. شايف ايش ايه؟ يلا يا سيدي. الدكتور قال لنا ان اعصابك تعبانه شويه ولازم تقعد في شقتي يومين ثلاثه لحد ما تروق وتبقى عاش. وما اقعدش في شقتي انا ليه؟ ما انت عارف بقى اللي بيحصل لك.